عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. أتمنى من الجميع أعزائي المشاهدين أن يدعمونا بلايك للاستمرار في نشر الفيديوهات وأيضا لكي تتحصلوا بجديد الفيديوهات. وأيضا أتمنى من غير المشتركين أن يشتركوا في القناة ويفعلوا زر التنبيهات ليصلهم أيضا كل ما هو جديد. جدل كبير ورهيب بعد إعلان وزير الصحة الجزائري تبرع رياضي مشهور وعالمي بأربعون مليون يورو من أجل الجزائر في ظل هذه الأزمة. حيث صرح أعزائي المشاهدين وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن رياضيا جزائريا مشهورا تبرع بمبلغ ما يقادر أعزائي المشاهدين ما يقارب 40 مليون يورو للمساعدة في جهود محاربة وباء كورونا في الجزائر. وهو في نفس السياق تصريح أثار ضجة كبيرة والعديد من التساؤلات، خاصة أن الوزير لم يقدم تفاصيل كثيرة حول الموضوع لأن الطرف الآخر أي الذي قال أعطي 40 مليون أورو قالوا أوعدني به ما تقولش اسمي في الصحافة. وهوية اللاعب أعزائي المشاهدين الغير المذكورة التي قامت بهذه المبادرة الإنسانية قد احتدم الجدل عليها كثيرا، خاصة بهذا القدر المالي الكبير. يعني أعزائي المشاهدين أنا رأيت العديد من الأخبار والعديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرياضية والقنوات الجزائرية، كل واحد كان ينسب هذا الفعل الخيري لبعض اللاعبين. ما دام هذا الشخص، أنا أقولها من هذا المنبر أعزائي المشاهدين مع كل احتراماتي، ما دام هذا الشخص ما علنش عن الهوية نتاعو ما راهش باغي الشهرة بينه وبين ربي، وهذا هو الخير وهذا هو فاعل الخير الحقيقي. يعني ماشي يمد صدقة للمسكين ويدير معه سيلفي كما شفنا أعزائي المشاهدين، ومازال نشوفه في هذه الآونة سنة 2020 ومازال نشوفه مثل هذه الظواهر. ولكن هذا اللاعب المشهور الذي هو مجهول لحد الآن، البعض راح ينسبه إلى رياض محرز أنه هو الذي فعل هذا الخير، والبعض الآخر قال كريم بنزيما، والبعض الآخر قال سفيان فيقولي، أي كل لاعب يتقاضى أجور عالية مع أنديتهم، كل واحد وراح يخمم بتخمام نتاعه وقال بلي أن هذا اللاعب هو الذي تبرع للجزائر. ولكن مادام هذا الشخص كما قلتها وأكررها، مادام هذا الشخص ما بغاش يفضح روحه بروحه وهذا الشيء بينه وبين ربي، صراحة أعزائي المشاهدين ما لازمش نبحثوا في هذه الأمور. إذا كنا واقعيين وراح نكونوا واقعيين، كفانا هراء وندع الخير مع صاحبه وندع أعزائي المشاهدين بينه وبين خالقه. صراحة أعزائي المشاهدين هو ختام لهذا الموضوع، يعني ما لازمش نتعمقوا في هذه الأمور. هو إذا كان رياض محرز، إذا كان زين الدين زيدان، إذا كان أي لاعب آخر حتى ولو لاعبون، يعني أنا أعتقد شخصيا، لأن كل واحد وراه يعتقد حسب اعتقادي أن هنالك لاعبون يعني اجتمعوا مع بعضهم البعض وراحوا يدفعون هذا المبلغ حسب رأيي الخاص. ولكن أعزائي المشاهدين ما راحش نتعمقوا في الأمور لكي يعني نتحصل عن هوية هذا اللاعب، فقط أعزائي المشاهدين نضع هذا الخير بينه وبين خالقه، ونتمنى نحن هو دار الدور نتاعه، وحنا الدور نتاعنا أعزائي المشاهدين أن ندعو الله أن يجعلها في مقام حسناته يوم الآخرة. هذا ما يجب علينا فعله، يعني ما دام هو ما راش باغي يفضح روحه وبينه وبين ربي، احنا نكرموه ونشكروه من هذا المنبر، وكل واحد يروح التعليقات ويشكر هذا اللاعب مجهول الهوية والذي لم يفضح نفسه، ولهذا لكي لا يأخذ يعني أعزائي المشاهدين قسطه من الصحافة والإعلام والشهرة وإلى غير ما ذلك. كما قلت لكم يعني كل ما علينا فعله هو الدعاء له، وصراحة أعزائي المشاهدين ربي يجعل هذا الخير وهذه المبادرة في ميزان حسناته. هذا هو كل شيء يمكن فعله نحن كمستقبلين لهذه أعزائي المشاهدين هذا الخير. طبعا أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، إذا رأيت أن هذا الفيديو أعجبك انشره مع أصدقائك، وأيضا أعزائي المشاهدين لا تنسوا تدعمنا بلايك، اشترك في القناة، تفعيل زر التنبيهات، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.